عايزه ابدا كلامي النهارده مع حضراتكم قبل ما ندخل في ماتشات الدوري اللي اقيمت امبارح، ماتشات كمان دوري القسم الثاني وحفل الكره الذهبيه امبارح. في الحقيقه كان يوم مليء بالاحداث. عايزه ابتدي بالنادي الاهلي ومشاركته في دوري السوبر الافريقي ومباراته اللي هتكون بكره باذن الله امام سان داونز في اياب الدور نصف النهائي من البطوله. ارقام سريعه من اول النسخه هقولها عشان بعدها يعني هقول لحضراتكم ايه المطلوب من النادي الاهلي في اللي جاي، لانه مهم جدا ومصيري جدا جدا. اولا كل الانديه الثمانيه اللي لعبت مباريات كلهم حققوا المكسب ما عدا النادي الاهلي وسيمبا التنزاني وانيمبا النيجيري. الاهلي اتعادل مرتين، مره مع سيمبا التنزاني في مباراه الاياب 2-2 ومباراة العودة 1-1. بعديها صعد لمباراته أمام سان داونز اللي خسر فيها بهدف في جنوب أفريقيا، وهيتبقى ليه مباراة غد بإذن الله. أنيمبا خسر من الوداد في مباراة الذهاب والإياب. أكتر فريق حقق الفوز حتى الآن هو الوداد المغربي. الوداد المغربي فاز بثلاث مباريات على أنيمبا زي ما قلنا في الذهاب والإياب، وتأهل لدور نصف النهائي. فاز كمان على الترجي أول امبارح ب1-0 في كازابلانكا، عنده مواجهة بكرة مع الترجي في رودس. سان داونز الفريق اللي هيقابل النادي الأهلي بكرة على استاد القاهرة الدولي، تاني أكتر فريق حقق مكسب، فاز على بيترو أتلتيكو الأنجولي 2-0 في الواندا، وتعادل بدون أهداف في بريتوريا في مباراة لعبها بالكامل ب10 لاعبين. بعد كده فاز على النادي الأهلي أيضا في بريتوريا بهدف نظيف في ذهاب الدور نصف النهائي. مازيمبي فاز في مباراة الترجي بهدف وخسر في مباراة العودة ب3 أهداف وخرج من البطولة. أقوى دفاع في البطولة حتى الآن هو دفاع الوداد المغربي. الوداد المغربي لم يسكن مرمى أي هدف. نفس الأمر لسان داونز أيضا لم يسكن مرمى أي هدف صاحب الشباك النظيفة. أما الترجي سكن مرمى هدفين، وأخيرا النادي الأهلي سكن مرمى 4 أهداف، 3 من سيمبا التنزاني وأخيرا هدف من سان داونز في ماتش الذهاب. طيب طبعا لحد دلوقتي النادي الأهلي لم يقدم الأداء المنتظر، ولكنه قادر إن شاء الله على تحقيق الفوز بكرة والتأهل للمباراة النهائية. وخليني برضو أستعرض مع حضراتكم أرقام الأهلي في البطولة حتى الآن. الأهلي لعب 3 مباريات، مفيش ولا مباراة فاز فيها، اتعادل في مباراتين وخسر في مباراة واحدة، سجل 3 أهداف واستقبلت شباكه 4 أهداف. أرقام لا تليق في الحقيقة باسم النادي الأهلي. ومن البطولة الدوري الأفريقي يعني خلينا نتفائل خير بكرة بإذن الله. النادي الأهلي قادر أنه هو يحسم إن شاء الله التأهل على حساب سان داونز، ويقدر أنه هو يعدل المسار سريعا، لأن ما فيش وقت، الموضوع توليت جدا للي بيحصل مع النادي الأهلي، والجماهير غير راضية تماما عن ما يحدث داخل القلعة الحمراء. نروح